شيخ أحسن الله عليك، قلتم في إحدى المحاضرات ما كان محر قاعدة، ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب فقط. نعم، بدي شيخ توضيح هذه القاعدة. هذا هو الذي نرى في المسألة، أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، يعني مثل الربا. إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فهذا حرام على الفاعل وعلى من ينتقل إليه. وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم، مثل المغصوب. المغصوب لو إنسان سرق مال ثم مات ونعرف ممن سرقه فإنه لا يجوز لنا